حدثنا قتيبه بن سعيد حدثنا ابو الاحوص عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يؤذي جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت